مدينة دمياط كنا على ميعاد مع معجزة من معجزات الشعب المصري اللي ابتداها من بناء الأهرامات لحد ما وصلنا لعمر ووالدته مدام فيفي منورنا في أهالينا. أهلا وسهلا مدام فيفي. الأول عرفي أهالينا في البيوت مين حضرتك ومين عمر؟ أنا دكتورة فيفي راغب ووالدة السباح عمر مشرف. حضرتك عمر بالنسبة لك الابن رقم كام؟ اتنين والاخير والصغير. عايزه حضرتك تحكي لي بقى بدايه رحلتك مع عمر لما شفتي ان هو قد ايه مختلف ومتميز وايه اللي عملتيه لحد ما وصلنا للبطل اللي قدامنا. يعني اول حاجه عايزه اقولها ان عمر اجمل هديه ربنا اداها لي. يعني كان عنده اكتر من مشكله يعني صحيه تخص العظام يعني. فطبعا هو عمل عمليات كتيره معقده في اول 3 سنين من عمره. عمل عمليه وهو عنده سنه وثلاث شهور، كانت عملية كبيرة جدا، بس الحمد لله بفضل الله وبفضل صبره. يعني هو اللي كان بيتألم وكان بيصبر وكان بيعدي بكل الظروف. يعني الحمد لله يعني ربنا يعني قدرنا وقدر يتخطى المرحلة دي بعد صبر كبير. يعني تمام، طلع من صغره حد متفاعل جدا مع الناس، يقدر يقود حوار بطريقة حلوة جدا من صغره. ما شاء الله الحمد لله واثق في نفسه، عنده يعني ثقة كبيرة جدا في نفسه وفي شخصيته. ده يرجع لوجود أم عظيمة زي حضرتك. الحمد لله. ما هو الابن نتاج تربية أمه وتحصدي فيه الزرعة اللي زرعتيها جواه. وبابا كمان الحقيقة، والله بابا دكتور أحمد علي سلامة مشرف. يعني والده طبيب بيطري ومدرب تنمية بشرية. ما شاء الله. من أول دقيقة دخل فيها المدرسة، المدرسة استقبلت عمر باستقبال غير عادي بصراحة، وشافت فيه ذكاء وشافت فيه شخصيته الجميلة وقدرت ده من أول لحظة. تعالي بقى كلمينا عن أول مرة فكرت تعبي عمر رياضة. كان هو عنده 3 سنين ونص 4 سنين. سألت الأول، يعني رحت الكابتن كده يعني في الاستاد، سألته يعني عمر ممكن يتدرب رياضة؟ قال لي ليه لأ. إيه اللي وجه نظرك للسباحة؟ ان هي اصعب رياضه ممكن عمر يمارسها. وبعدين كمان يعني السباحه رياضه مش عنيفه. يعني ممكن الرياضات التانيه ممكن يكون فيها مشاكل. بدات له من عمر 4 سنين. كلميني بقى عن اللحظه الفارقه في حياه عمر من مجرد رياضه للهوايه لرياضه بناخد عنها بطولات من العالم. بدانا بقى اول بطوله كانت 2022، كانت بطولة بارالمبية على مستوى الجمهورية. كويس. عمر حقق فيها مركز رابع. تمام. طبعا عمر كان زعلان انه ما جابش ميدالية. بس انا قلت له انا مركز رابع عندي زي الاول بالظبط. ونفس الكلام كابتن محمد قاله. قال له انت جايب رابع على الجمهورية. بالظبط. فبالنسبة لنا دي ذهب. بالظبط. دي بالنسبة لنا ذهب. فانت احنا مكملين. ودي اول بطولة انت تدخلها. واحنا كأسرة نفس الوضع. بنقول له احنا مشاركتك كفاية لينا. احكي لي بقى عن الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها بقى اللي هي الخطوة الحاسمة في حياة عمر. يعني الحقيقة عمر كان نزله لايف، فطبعا اللايف ما شاء الله حقق مشاهدات عالية جدا جدا. سبحان الله في اللايف دوت كابتن سيد باروكي شاف اللايف، الناس كلها عملت له منشن ان عمر سباح رائع وان عمر بيعوم بوسطه حلو جدا. فكابتن سيد باروكي تواصل مع كابتن زهران وقال له انا بدعوكم ان انتوا تيجوا تقضوا معانا اليوم بتاع الجمعه في الاسماعيليه، وانا هديه مني ههدي عمر زعانف مونو باور فينز. يعني طبعا هي زعانف قيمه جدا. الحقيقه كان يوم رائع جدا جدا، لقينا كابتن باروكي عامل لنا مفاجاه فوق المتوقع، عامل ممر شرفي لعمر من سباحين مصر كلهم. ما شاء الله. فطبعا يعني كانت مفاجاه غير عاديه. وقال له كده عمر يعني مؤهل باذن الله انه يشارك في بطوله العالم اللي هي اول بطوله لسباحه الزعانف في البارالمبيه في العالم. تمام. فبكده اصبح عمر اول سباح مصري عربي افريقي يشارك في اول بطوله لسباحه الزعانف في البارالمبيه في العالم. تمام. ومن هنا جه يعني نقطه التحول في حياه عمر، لان يتحقق الحلم بفضل الله وكرمه، ثم وجود ناس مخلصه يعني دعمت عمر زي ناس مؤمنه بعمر. زي صدقت انه يقدر يعمل حاجه. يا عمر احكي لي بقى عن دور ماما في حياتك. يعني كان هي يعتبر كل حاجه، يعني انا كنت جزء من الحلم. هي اللي حببتك في السباحه؟ طبعا. يعني السباحه هي مامتي، طب هي قالت ليه ما تلعبش سباحه؟ انت الكوره ممكن مثلا يعني مثلا اصابتها جامده. انت دخلت سباحه وانت عندك 4 سنين. لكن دلوقتي ما شاء الله انت راجل عندك 13 سنه. في النص كده عينك ما زغتش على رياضه تانية؟ ما حبيتش تجرب حاجه تانية جنب السباحه؟
لا هو انا السباحه كانت رقم واحد. كلمني عن اول مره دخلت بطوله وجبت المركز الرابع، حسيت بايه؟ انا طبعا كنت زعلان يعني، انا طب انا تعبت ليه ما جبتش المركز يعني. بس انا قلت اكيد ربنا شايل لي حاجه اكبر من كده بكتير، فيعني الله عليك. او يعني قلت عادي بقى البطوله الجايه، نزلت البطوله الجايه اللي هو كيلو ونص جبت سادس، قلت عادي ان شاء الله ربنا يعوض المره الجايه. وزي ما بيقولوا الثالثه ثابته يعني، جبت ما شاء الله العادة. يا حبيبي طيب كلمني عن دور كابتن زهران في حياتك. كابتن زهران اول ما رحت له يعني هو قال لي انا هعملك بطل، انا هخليك يعني مصر كلها تحكي عليك. فقلت له ماشي يعني، وهو كان يعني نروح التمرين كانت الدنيا بتشتي، لا مفيش تمرين يلا مفيش هنوقفش يعني يلا تمرين. يعني كان كورونا وقفنا شويه وبعدين الدنيا فتحت امان خلاص فرصه يلا نرجع تمرين. يعني مثلا الدنيا بتبقى واقفه ومفيش حاجه لا احنا عليها تمرين. وبنروح مثلا قبل المدارس ساعات، كان قبل بطوله قبل البطولات بنروح قبل المدرسه يعني، انا مدرستي الساعه 7:30 8 انا كنت ببقى 6 في الميه بخلص اطلع على المدرسه يوميا لحد ما اخلص البطوله وبعدين ارجع بقى التمرين العادي. طيب هل ثقتهم فيك اديتك دعم معنوي انك لازم ما تخذلهمش وتبقى قد الثقه دي؟ طبعا يعني انا لما كنت في بطوله العالم لما كابتن سيد باروكي نزل الفيديو اللي هو عمر في ايطاليا ادعوا له، انا قلت خلاص يعني مصر كلها معتمد عليا انا لازم انا اركز ان شاء الله يعني اجيب برونز. فلما انا لقيت اول سباق يعني جبت دهب قلت يعني الحمد لله هي بتيجي يعني الحمد لله. يعني مش صعب ربنا يا عمر على قد ايمان الناس اللي حواليك بيك وايمانك بنفسك ربنا بيديك جوائز على قد صبرك وثقتك فيه. قول لي يا بطل بقى خطوتك الجايه ايه؟ الاولمبياد اللي هي 28 اللي هي ان انا العب فيها ان شاء الله عشان ابقى تميت السن القانوني 18 سنه. عمر انت بطل حقيقي واستمديت بطولتك من ماما لان ماما بطله وقويه واكيد ابنها هيبقى بطل، وان شاء الله هتفضل ترفع اسم مصر سنين وسنين لان انت شخص ربنا ميزك من اول لحظه في حياتك واداك على قد مجهودك وصبرك انت وماما. انتوا نورتونا في اهالينا. شكرا جزيلا لحضرتك. بعد ما سمعنا من مدام فيفي ازاي هي وقفت جنب ابنها من اول لحظه هو اتولد فيها، لازم نكمل الجزء الثاني من الحكايه اللي طلع لنا عمر بطل الابطال. كابتن محمد زهران منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك الله يبارك فيك. عرف اهالينا في البيوت مين هو محمد زهران. كابتن محمد زهران انا اول مدرب تاهيل مائي في محافظه دمياط، وبشتغل في السباحه في الميه عموما بقالي 13 سنه وكنت سباح اصلا ومن وانا صغير. كلمني بقى على اول يوم جات لك مدام فيفي. اول يوم ده كان في دمياط، كان في نادي الشرطه. كان عمر جالي مع والدته وكان نفسها عمر ورتولي قالت لي انا عمر نفسي في يوم من الايام اشوفه بطل، او يعني نفسي اعمل له حاجه تقدر تخليه يقدر يعتمد على نفسه ويكون قدوه حلوه كده في المجتمع يعني ان شاء الله. قلت لها ان شاء الله ربنا هيكرم ويوفق، احنا هنعمل اللي علينا والتوفيق بتاع ربنا وما بقدرش اوعد حضرتك بحاجه، بس ان شاء الله احنا هنعمل اللي علينا. تمام. وبالفعل بدات اشتغل معاه، اشتغلت معاه حوالي سنه وثلاث ارباع او قرابه السنتين في الميه بايديه اول علشان طبعا اعلمه الاليه بتاعه العوم، الميكانيزم او طريقه العوم، لان طبعا السباحه بتعتمد اعتماد كلي على الايد والرجل مع بعض علشان ان هو يمشي في الميه. فهو طبعا يا حبيبي طبعا كان فقد الجزء المحرك الرئيسي بتاعه اللي هو بتاع الايد ان هو يعوم في الميه، ومن هنا احتاجنا التاهيل ان احنا نعرفه ازاي يعرف يمشي في المياه، يستعمل كل الامكانيات اللي معاه ان هو يعرف يعوم ويمشي في المياه. استجابته معاك في المياه كانت عامله ازاي؟ هل كان عنده روح تحدي؟ هل كان سهل الهزيمه؟ طبعا دور والدته يعني كتر خيرها على اللي عملته في ابنها، بس هل هو بقى كطفل صغير كان متلقي الكلام ده ازاي؟ عمر كان بالنسبه له الموضوع مختلف شويه، لانه طبعا فكره انه يحط وشه في الميه ويمشي مسافه اصلا دي كانت صعبه جدا، لان طبعا اللي بيقف في الميه علشان يبقى ما فيش تحته ارض بيشغل ايديه ورجليه عشان يعرف يقف، فهو ما عندوش الايد فكان مطالب انه يحرك رجليه فقط ويبقى عامل ستيبل وتوازن يعرف ياخد نفسه. فده طبعا اخذ مني فتره كبيره جدا عشان هو ده فكره التاهيل، ان انا ااهله ازاي يعوم ونجيب التوافق عنده النفس مع العوم مع ضربات الرجلين انه بدل ما هو تاهيل لا هو هيبقى بطل. فده طبعا خد مننا جهد كبير، وده اللي التمسته بقى في عمر
انه الحمد لله كان كل تمرين بقول له انت هتقدر بيتحدى نفسه. ودي كانت نقطة كويسة جدا في عمر، ودي اللي أهلته ما شاء الله انه يوصل للحاجة الجميلة اللي احنا شايفينها. ما كانش عايز يكسر ثقتكم فيه سواء والدته ووالده او حضرتك؟ لا لا خالص، ده بالعكس انا كنت في بعض الاوقات كنت بأصاب بالإحباط، هو عمر يقول لي معلش يا كابتن يا ان شاء الله المره الجايه هنبقى احسن. قلت له عمر ما تقلقش انا في ظهرك، مع ان انا من جوايا ان انا محبط شويه بس ان شاء الله هنكمل مع بعض. طيب كلمني عن اول بطوله اشترك فيها عمر واللي جاب فيها مركز رابع. اول بطوله اشترك فيها عمر كانت في اللي كانت في اكتوبر دي، في نادي 6 اكتوبر تبع اللجنه البارالمبيه، دي كانت اول مشاركه لينا. طبعا كان قلقان شويه وكده، قلت له عمر انا عايزك تنزل تعوم، انت ما شاء الله يكفي شرفا ان انت ما شاء الله تقف على الستارت، لان في غيرك بيبداوا في بدايه السباحه لذوي الاحتياجات الخاصه من تحت، انت بتقف على الستارت زيك زي السباحين الاولمبيين العالميين، فيكفي ان انت شرفا ان انت وقفت على الستارت. والحمد لله بدات البطوله ونزل وطلع وجاب المركز الرابع ما شاء الله. طبعا هو كان زعلان قال لي معلش يا كابتن انا كان نفسي اجيب الاول، قلت له ابدا انا خدته بالحضن، قلت له يكفي ان انت كملت السبق والحمد لله، ان انت يكفي ان انت طلعت الرابع على الجمهوريه، دي حاجه جميله جدا طبعا. وعندي كفايه، قلت له ده مش نهايه المطاف، دي البدايه، بطل العالم او ابطال العالم اول سبق كانوا شاركوا فيه ساعات كانوا بيطلعوا المركز الاخير ما بيبقوش في الاول. اهم حاجه نكمل المشوار ونصبر لحد الاخر ان شاء الله. واللي بعده بعد كده طبعا جت البطوله اللي بعد كده اللي كانت في اسكندريه، فكانت لمده سباق اول بطوله سباحه مياه مفتوحه بالنسبه لعمر يشارك فيها، انه ينزل يعوم كيلو ونص في البحر المفتوح من غير ايديه من غير كل الكلام ده، يعني هو كان بيعوم في حمام سباحه، دي كانت برضو بالنسبه نقلة. له نقله وكانت مخيفه جدا. قلت له عمر انت هتعوم وهتقدر، قال لي يا كابتن ازاي، قلت له هتقدر، وبالفعل خدته على راس البر في البحر، هو بقى طبعا كان مش مصدق وفي البحر والبحر مفتوح، وكمل المسافه وقعدنا عوم يا عمر عوم، الحمد لله كملنا لحد ما طلع. قلت له انت هتقدر، ظني في ربنا ان شاء الله الميداليه دي هتاخدها بجداره بتاعتك، وانا لسه ما نعرفش بطوله العالم ان شاء الله بتبقى بتاعتك وهتلبسها وهتتكرر. ربنا بقى استجاب لك وسمع لك وكلمني عن عمر في ايطاليا. بطلنا في ايطاليا بقى ما شاء الله عليه، هو طبعا يعني بدايه واحنا في مطار القاهره ما شاء الله انا التمست برده ثقته بنفسه، كان متحمس وكان نفسه يشارك في حاجه زي كده، لحد ما رحنا هناك بقى ما شاء الله ما دخلنا بقى في اجواء البطوله، مسؤوليته بقى لما عرف ان هو اول عربي مصري افريقي بيشارك في بطوله زي كده، فدي كانت حاجه بالنسبه له عامله زي مسؤوليه كبيره جدا عليه، فهو طبعا شاف ان الناس كلها الوقت منتظره ومنتظره منه نتائج زي ماتش مصر كده وفي تصفيات كاس العالم، يا رب انتوا اللي بتمثلوا مصر، فدي كانت احساس عمر هناك. والحمد لله بدا طبعا تجهيز، ودخلنا بقى وانا كنت معاه في غرفه الغيارات بحمسه وقوله ما تقلقش، بحاول اهدي منه خالص لانه طبعا هو اوريدي بنفسه طبعاً. متوتر طبعا. والحمد لله بدا التجهيز ودخل اول سبق لحد ما الحمد لله لمس الترن وراجع، انا مش مصدق عمر ذهب، عمر ذهب، عمر ذهب يا جماعه، تحيا مصر، كان انت اللي جبت الميداليه. انا مش مصدق فوجئت بالسبق لحد ما هو ما لمس وبيبص على الاوميجا لقى اسمه اول واحد، دي كانت انا بقيت مش مصدق. اول ما عمر طلع الاول انت حضرتك مش متخيله الناس سقفوا لنا ازاي، الناس بيبصوا لعمر وكانه هو بطل من ابطال العالم. كفايه ان حضرتك كملت للبيت ابتداه عمر، اذا كان بطل النهارده وهيفضل بطل مصر سنين ان شاء الله، ده بفضل ربنا اولا ثم اسرته وحضرتك. الله يحفظك. حضرتك انسان واب قبل ما تكون مدرب. الله يحفظك. كابتن زهران حضرتك لازم كانت اهالينا تشوف مين هو الجندي المجهول. الله يحفظك. لازم اهالينا يعرفوا ان احنا عندنا مدربين عندهم الانسانيه قبل الماديات. بالظبط. وربنا على قد تعبك هيجازيك خير، وان شاء الله نجيلكم المره الجايه ان شاء الله وانتوا رافعين اسم مصر في العالم كله. يا رب اولمبياد 28 دي الخطه اللي جايه، ادعوا لنا يا رب ان شاء الله يكون هو. احنا في 24 اهو في اول السنه، وان شاء الله قدامك وقت، وانا واثقه ان انت هتكمل بطولات مع عمر ان شاء الله باذن الله يا رب. نورتنا في اهالينا كابتن زهران. ده شرف ليا طبعا لحضرتك. شكرا.